هادي كاكاتني بزاف، كاكاتني وخلتني نخمم مليح، ومن القدام ان شاء الله الخدمه الازدهار والتقدم ولا بلفي الباسي باسي وحياتي نطراسي. فكرت امانتك سيدي اللي شلفتيهولي اللي فيه الغنيه، الغنيه اللي كنا نسمعوها بزاف انا وياك. أما أنت كولات لك ربيعة أقدر أنا كيت ما تشاليني ما نسالك طلع في روحك إن شاء الله ربي. هذا المشهد باغي نسقسيك على نبيل عسلي كممثل قبل ما يكون يعني وكإنسان وتعرفيه من سنوات ربما أيضا، وسر نجاح العلاقة تاع اللاز مع ربيعة في المسلسل بناء على العلاقة أو يعني الصداقة الموجودة بين ياسمين ونبيل. وي هذا كان جانب من النجاح. بس قلت لهم انا ديجا قلتها شحال من خطره يعني صراحه قلت لهم ما تزحفوش عليا بوندون كاع يعني لا كارير تاعي الميور بارتنير لحد الان هو نبيل عسلي. علاه؟ اونيتي تري زاليس في اللعب. علاه؟ باسكو نفهموا بعضنا، نتقبلوا كما يقولوا لي غومارك من بعضنا، اونيتي تري تري زاليس. هذا هو اللي خلى النجاح تاع الشخصيتين تاع ربيعه ولاز. كنا نتحاوروا بزاف، كنا نقصروا بزاف على الشخصيات تاعنا. المشهد هذا ياسمين هو مشهد درامي مش كوميدي. درامي. درامي يعني هل يعني كان اختيار المخرج والكتابه من البدايه تكون هناك دراما في الكوميديا؟ على الى سي تاغو ماركي ديجا هذا نوع من الكوميديا اللي كتب نبيل ونسيم، هي دارك كوميدي، كوميديا سوداء. سوداء. اللي بدات ليتيليزاسيون تاعها بداوا يديروها في السينما 1964 يعني سي غيسون من الاولى ليتيليزيو الكوميديا السوداء. كان لازم هنا تكون نوع الكوميديا السوداء لانه انا نعالجه في مواضيع اجتماعيه تاع ناس عندهم احساس، تعرضوا لمواقف، تعرضوا لجروح في حياتهم، تعرضوا لضغوطات، دي فوا ميم اي انسان في حياته العاديه تصرى له اون بلان مالور يضحك. اون بلي سيتياسيون في موت تضحكي، تكوني زعما تكون بيان، تكون تضحك تتفكر حاجه تزعف، دونك لازم نديروا لا كوميدي نوار. يعني واش شفت في البطحه، باسكو ما يقدروش تكون غير لا كوميدي في البطحه، باسكو يعني يقول لك كاين علاقات انسانيه، كاين شخصيات فريمون حقيقيه اللي تعالج في مواضيع فريمون انسانيه، دونك سي بور سا شفتوا هذا النوع. شفناه فينا بزاف دراما هذا العام في البطحه، العام اللي فات. بدون في المشهد بدون مكياج وبتعابير صح قاسيه زعما تاع وحده راهي غاضبه على شخص صح غاضبه منه.